نروح للمانشستر سيتي وتشيلسي. الحقيقة الفريقين دول قدروا بسهولة جدا أن يوصلوا للدور الرابع ببطولة كاس إنجلترا. النهاردة مانشستر سيتي كسب بيرمنغهام سيتي 3-0 وتشيلسي كسب موركامب 4-0. فجوارديولا وفرانك النهاردة لامبرد دفعوا باللعيبة البدلاء والبعيدين يمكن عن الملعب من فترة جدا علشان يشاركوا في المباريتين دول النهاردة، بسبب طبعا تواضع مستوى المنافسين وفرصة ان هو طبعا يريح اللعيبة الأساسية. صحيح. وخلي بالك الدور ده هيرجعنا تاني في فريق صعب وفريق سهل. خلي بالك النهاردة كمان ليدز يونايتد الفريق الكبير في البريمير ليج بيخرج من الدور الثالث لكاس انجلترا عن طريق فريق في الدرجة الرابعة مثلا كراون تاون فريق في الدرجة الرابعة بيتيح طبعا بليدز يونايتد. فزي ما بنقول مفيش مستحيل في الكورة، والكورة بيحصل فيها الكتير.